ديال الماتش بين تطوان وبركان. تنوعت البدايات الهجوم لكن لم تصل لشباك الحارس يحيى الفيلا، لكن الدقيقه 19 هفوه من طرف الدفاع وحارس مرمى المغرب تطوان يسوء تفاهم في اللقطه الاخيره، يتمكن الان كراوري من تسجيل الهدف لفائده عناصر النهضه البركانيه على حساب فريق المغرب التطواني. هدف حرك المغرب الذي بحث عن التعديل اعتمد على بعض الكرات الثابته. هنا نتابع هدف الهدف التعادل ديال تطوان ال45 كرة ثابتة من أنس جبران وهشام الخيوة يسكنها في شباك الحارس حمزة الحمياني، والنتيجة هدف مقابل هدف في هذا الشوط الأول. إثارة المباراة اشتعلت زرعون الخلوة في الشوط الثاني بعد هدف التعديل الذي سجله فريق المغرب التطواني في اللحظات الأخيرة، هدف مقابل هدف نتيجة نهائية لهذا الشوط الأول. مشاهدينا الكرام في انتظار الشوط الثاني.